يقولش ما يقولش ما يقدر. سر الدهم معاها ونعرف ايش راني نقول. خويا صغير ربح كبير خدم خدم على مدة كبيرة. لما ربي فرج بردة النيران قالوا يا رابح وجد روحك، بعد الحزن يجي الفرح. بدأوا يخدموا الناس متعطشين، وهذه شهادة لله. حضرت ثلاثة أربعة ليالي في السمانة فطر إيه ثلاثة، حتى خويا تليفوني لي وجد روحك يا خواني جا كاين عندنا. رد على الآخر صردي ده من عند منقوش حباب كثيرة. فهموا فهموا مليح وشنو وهذا الشيء. ما نقدرش خاطرش جاوني تصاور اللي نحبس خير. خير ماذا بينا الناس تعرف الحوايج اللي عانى كثير عانى كثير. الوقت اللي كانوا فنانين وما نذكرش اسماواتهم طالعين وحابطين لباريس، هو كان حاكم شوكة متألم، لهذا كان كبير على السن ديالو بالبزاف. واش نحكي واش نخلي، ما ننجمش نقول شي حوايج اللي عرفناهم فيه. ماليش كفنان، فنان عاشرته انا وكبرت معاه. عبد القادر هذه حلقة للتاريخ، الناس راهي اللي راح تشوفنا بعد سنوات بعد عقود راح يعرفوا عمر الزاهي من هذه الشهادات. ماذا بيك لو كان تعطينا تفاصيل أكثر على هذه الشخصية النادرة نتاع عمر الزاهي وعلاقته بالناس، علاقته بالفن، علاقته بالمجتمع. الكمال لله، لكن كان مكمول من كلش. الوقفة اللي توقفها معايا يعرف عن ما جيته. وقالها خويا يحيى العراس خدمهم باطل، كان شي عراس اللي يخدمهم باطل زاد من عنده. عمرو ولا رفض واحد غني او فقير يرفض الكالبان وي ما بي دي غاليتي. ما كانش هاي لافورس ديالو، هي لافورس ديالو، هو هذه هي لافورس تاع عمر الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. خلينا عمر شوف عمر شوف نقول لك حاجه، عمر الكمال لله والكبر لله. يقول لك عمر هو دار زاهي كما قلت لك، من بعد كرز الزاهي ثم تجيو للزاهي ماشي لعمر. نظر على الناس ماشي الشعب، الناس اللي تعالوا عليه الله يخليك. شي تعالوا عليه ما قالوا لا لا. الله يخليك محمد، فكرنا في الزاهي الله يخليك. حسبي الله البارئ يوجد غدا يوم الميزان، يوجد غدا يوم الميزان، يوجد غدا يوم الميزان. اسمع نصيحتك يا إنسان، بسم الله الرحمن الصلاة على الناس لا تتبع
شرايخ الناس تعبيها ورد الناس. اسمع نصيحة بعد بسم الله الرحمن، اسمع نصيحة محمد بن عدنان.